يعطيكم العافية يا خامس. اليوم رح نبدأ بدرس تصنيف المثلث حسب قياسات زوايا. درسنا كتير حلو وممتع. هلأ رح اليوم درسنا نحكي عن المثلث. طبعا كلنا بنعرف انه المثلث بيتكون عندنا من ثلاث اضلاع. زي هيك شكل المثلث بيتكون عندنا. هي هيك مثلا شكل المثلث بيتكون عندي من كم ضلع؟ من ثلاث اضلاع. هي واحد اثنين ثلاثة وهو شكل مغلق. طيب هلأ جينا نصنف المثلث. يصنف المثلث إلى مثلث منفرج الزوايا. هلا خليني أراجعك شوي بأنواع الزوايا. تذكر لما كنا نحكي عن أنواع الزوايا، زاوية حادة وهي زاوية أصغر من الزاوية القائمة، وزاوية قائمة اللي هي قياسها 90، وعندنا زاوية منفرجة اللي حكينا اللي هي الزاوية تكون أكبر من الزاوية القائمة، وعندنا الزاوية المستقيمة. هذول الأربع زوايا اللي حكيت لكم إياهم يعني الفصل الأول وكثير مهمين. تعرف إنه الزاوية الحادة أصغر من 90، والزاوية القائمة قياسها 90، والزاوية المنفرجة هي بتكون أكبر عندك من 90. بناء على أنواع الزوايا بدنا نصنف المثلثات. بتشوف المثلث إذا كان عندك بشمل أو بتشوفه، إذا تخيل أحد أشكال الزوايا إما حادة أو منفرجة أو قائمة، بتحكي إنه هذا المثلث مثلا منفرج الزاوية. ليش اسمه منفرج الزاوية؟ عنده زاويتين حادة وزاوية منفرجة. كيف عرفت إنه عنده زاوية منفرجة؟ إما بعطيك القياس، أنا راح أعطيك القياس إنه يكون عندك أكبر من 90 يا ناس. إذا كان عندك منفرج الزاوية يكون عندك زاوية منفرجة اللي هي قياسها أكبر من 90. مثلث حاد الزوايا، مثلث حاد الزوايا من اسمها يعني كل زواياه حادة، كل زواياه أصغر من 90. مثلث قائم الزاوية بيكون في عندك زاوية قائمة، وحكيت لك ممكن تميز الزاوية القائمة من شكل المربع اللي بيجي عند اللقاء القطعتين المستقيمتين، زي هيك زاوية قائمة، هون بيكون عندك زي شكل المربع، يعرف إنه هذا عندي زاوية قائمة، بسميه مثلث قائم الزوايا، بيكون عندك زاوية قائمة وزاويتين حادتين. مثلث حاد الزوايا جميع زواياه حادة، ومثلث منفرج الزوايا زاوية منفرجة وزاويتين حادتين. هذا كثير كثير مهم تعرفوه يا ناس. طيب هذا اللي حكيت لك اياه، انه الزاوية الحادة اصغر من 90 اللي هي اصغر من الزاوية القائمة، والزاوية المنفرجة اكبر من 90، والزاوية القائمة قياسها 90. هذا اللي كتبت لك اياه انا على طرف يمسي كثير كثير مهم. نشوف المثال الاول. بيحكي لي سؤال: أصنف كل من المثلثات الآتية حسب قياس زواياها. حسب الزوايا أنا بدي أصنف، شو بدك تصنف؟ يعني إما مثلث منفرج الزاوية، حاد الزاوية أو قائم الزاوية، بدك تسميه المثلث. يك. هلا اطلع عندي على المثلث الرقم الأول. أنا عندي ثلاث زوايا. الأولى 35، 35 وين قياسها؟ أصغر من 90، يعني بسميها حادة، عندي زاوية حادة. طيب وهي 35، إذا كمان عندي زاوية حادة، صار عندي زاويتين حادتين. الزاوية الثالثة قياسها 110، 110 يا مس أكبر من 90. ما إحنا يا مس لما بدنا نيجي نشتغل على المثلثات بدك تخلي اللي هي المعيار تبعك الزاوية القائمة. قديش الزاوية القائمة؟ 90. إذا أصغر من 90 حادة، وإذا أكبر من 90 بتكون منفرجة. هلا 110 أكبر من 90، إذا هي منفرجة. تنتين حادات واحدة منفرجة، لأي نوع من أنواع المثلثات تصنف؟ إلى مثلث منفرج الزوايا، زاوية منفرجة واحدة هيها، وزاويتين حادتين، هي زاويتين حادتين. إذا بسميه أنا مثلث منفرج الزوايا أو الزاوية، منفرج الزاوية عفوا، لأنه عنده زاوية واحدة فقط منفرجة. المثلث الثاني 70 30 8. خلينا نشوف ال 80 يصنف لاي زاويه؟ زاويه حاده لانه اصغر من 90، وال 70 اصغر من 90 ايضا زاويه حاده. طب وال 30 برضه زاويه حاده لانها اصغر من 90. اذا عنده ثلاث زوايا حاده، جميع زواياه حاده، يصنف لاي مثلث؟ مثلث حاد الزوايا. زواياه ثلاثه حاده، هاي زواياه ثلاثه حاده، إذا بسميه أنا مثلث حاد الزوايا. طيب اطلع لي على المثلث رقم ثلاث. المثلث رقم ثلاث ممكن تميزه من شكل المربع اللي هون. شو هاي؟ زاوية شو؟ زاوية قائمة. حكيت لك ممكن أنت تعرف شكل المربع اللي تميز إذا عندك زاوية قائمة. إذا عنده زاوية واحدة قائمة أنا هدول ما بيهمني قديش قياسه، بس إذا عنده واحدة قائمة
القائمة أكيد التنتين شو رح يكون معي؟ حادات. طيب إذا عنده زاوية قائمة شو أسميه؟ مثلث قائم الزاوية، مثلث قائم الزاوية. هلا هذا بدي أميز لك عليه، بس ركز معي. منفرج الزاوية ما بصير تحكي لي منفرج الزوايا، لأنه هو بس عنده زاوية واحدة منفرجة. إذا منفرج الزاوية قائم الزاوية عنده بس زاوية واحدة قائمة، ما بصير تحكي عنه بس قائم الزوايا، ما بصير كلها يكونوا قوائم. عنده زاوية واحدة قائمة قائم الزاوية. انتبه لهي الكلمة لما بدك تكتبها، حاد الزوايا. هون تكتب مجموع اللي هي الزوايا، ما بصير تحكي لي حاد الزاوية، لأنه رح يكون عندك كل أطرافه أو كل زواياه حادة. طيب ناخذ كمان أشكال المثلثات ونصنفهم يا مس. شوف سؤال أتحقق من ذهني وصنف كل المثلثات الآتية حسب زوايا. يلا نشوف المثلث الأول. الزاوية الأولى 71 يا مس، 71 أصغر من 90، إذا هي عبارة عن زاوية حادة. بكتب فوقيها أنت حادة. هون 71 برضو انت زاوية حادة، صار عندي زاويتين حادتين. طيب 38 برضو لما 30 عندي زاوية حادة أصغر من 90. طيب ثلاث زوايا حادة شو تصنفوا؟ لأي نوع من الأنواع الموجودة عندنا؟ مثلث حاد الزوايا. إذا بسميه أنا مثلث حاد الزوايا. طيب النوع الثالث، معطيني هذا المثلث ومعطيني إنه إحدى زوايا 90. مجرد ما أعطاك إنه واحدة من الزوايا 90، اعرف إنه مثلث قائم الزاوية، لأنه بس 90 اللي هي زاوية قائمة. إذا بحكي عن المثلث قائم الزاوية. طيب 35 شو صنف إلى زاوية حادة؟ 120 أكبر من 90، إذا هي عبارة عن زاوية منفرجة. طيب ال 25 زاوية حادة. طيب مين هو المثلث اللي بيحكي لي عندي زاويتين حادتين وواحدة منفرجة؟ مثلث منفرج الزوايا، مثلث منفرج الزاوية. طيب هون يا مس بيكون احنا صنفنا كل المثلثات حسب انواعها، اما مثلث منفرج الزاوية او حاد الزوايا او قائم الزاوية. هلا ننتقل الى الجزء الثاني اللي هو كيف اذا كان عندي زاوية مفقودة. ثلاث زوايا معلومات عندي عشان اعرف شو نوع الزاوية الموجودة عندي. في عندي هون زاوية مجهولة، هون عندي زاوية مجهولة، هون في عندي كمان زاوية مجهولة. طب شو العمل؟ بحكي لك يا بس لازم تعرف انه انا مجموع قياس زوايا المثلث 180، الزاوية الأولى والثانية والثالثة كلهم لو جمعتهم مع بعض رح يعطوني 180. هلا إذا أعطاك تنتين معلومات سهلة، اجمعهم بعدين اطرحهم بال 180، بدك تعرف الفرق بين الزاويتين هذول مع ال 180 عشان نوجد الزاوية الثالثة. خلينا نطبق لك اللي أنا عم بحكي. اطلع لي هون، الزاوية الأولى 45 والزاوية الثانية 42. باجي بحكي لك مجموع الزاويتين الموجودين عندي، شو هم؟ 45 زائد 42. خلينا نطلع مجموع الزاويتين الموجودين عندنا. يلا 2 زائد 5 7، 4 زائد 4 8. إذا عندنا مجموع الزاويتين اللي هو عبارة عن 87 درجة. طب قديش بدي عشان أوصل لل 180؟ قديش الفرق بين ال 180 وال 87؟ أعرف الفرق عم بحكي لك شو يعني؟ يعني عملية طرح. يعني بدك تروح تحكي لي يعني أنا عندي 180 مجموع زوايا المثلث كامل، هاي اللي قلت لك إياهم هون، مجموع زوايا المثلث قديش؟ 180. اطرح منهم هذول الزاويتين اللي هم 87 درجة. طيب قديش يطلع لنا؟ بنطرحهم مع بعض، إحنا عملنا لك إياهم بطريقة عمودية عشان ما نخربط. طيب صفر ناقص 7 لا يجوز، نستلف من 8 1 تصير 7، هون تصير 10، 10 ناقص 7 3، 7 ناقص 8 لا يجوز، تصير 17 ناقص 8 اللي هي 9. إذا الزاوية الثالثة صارت عندي 93 درجة، بتروح تكتب لي إياها هون. إذا الزاوية الثالثة هي عبارة عن 93 درجة. هذا شو اسمه؟ إنه ال 45 زاوية حادة، هي بدي أكتب لك عندها حادة، وال 42 كمان حادة. طيب وال 93 أكبر من 90 منفرجة. يعني عندي زاويتين حادة وزاوية منفرجة، لأي نوع يصنف؟ مثلث منفرج الزاوية. يلا نطلعهم، مثلث منفرج الزاوية.
إذا هذا تصنيف المثلث الأول، هيك أنا بكون صنفت المثلث الأول. نيجي على السؤال الثاني، عندي الزاوية الأولى 44، الزاوية الثانية 47، خلينا نمسك الزاوية الثالثة عشان نعرف شو نوع المثلث. يلا، أول شغلة تركيب اليابس مجموع الزاويتين الموجودين عندي اللي هي 47 زائد 44. يلا 4 زائد 7 11. طب 1 و4 5 و4 9 91 درجة اللي هي الزاوية الثالثة. هي 1 عفوا مجموع الزاويتين الموجودين عندي اللي هي 91 درجة. هلا أنا نوجد عندنا شو؟ اللي هي الزاوية الثالثة اللي نطرحها من 180. 180 درجة ناقص 91 درجة. يلا نطرحهم مع بعض. 91 نطرحهم، 0 ناقص 1 لا يجوز، نستلف من هون 7 بتصير هون 10، 10 ناقص 1 9، و7 ناقص 9 لا يجوز، 17 ناقص 9 اللي هي 80. إذا عندنا مجموع الزاوية الثالثة أو قياس الزاوية الثالثة اللي هو عبارة عن 89. يلا مجموع الزاويتين كان عندي 91، عشان أوجد الزاوية الثالثة بجمعهم بطرحهم من مين؟ من 180. بيطلع معي الزاوية الثالثة، الزاوية الثالثة طلعت عندي 89، 89 شو هي؟ أصغر من 90 يعني حادة، زاوية حادة، وال 47 برضه حادة، وال 44 حادة، ثلاث زوايا حادة لأي مثلث مصنف؟ مثلث حاد الزوايا. إذا النوع الثاني كان عندي مثلث حاد الزوايا. نشوف النوع الثالث. الزاوية هاي 30 طبعاً هي زاوية حادة، الزاوية 60 برضو زاوية حادة، ضايل عندي أوجد الزاوية الثالثة. أول خطوة حقيقة نجمع الزاويتين، ناخذ عندنا مجموع الزاويتين. يلا 30 زائد 60 شو بيساوي؟ 90 درجة، مجموع الزاويتين 90. الخطوة الثانية بدي أروح أطرح ال 180 أطرح منها شو؟ 90، 90 درجة. طيب 180 ناقص 90 اللي هي المنتصفة اللي هي 90 درجة. إذا الزاوية الثالثة قياسها 90 درجة. طيب القياسها 90 درجة شو هاي؟ زاوية قائمة. طب باجي بحكي لك يا مس، زاوية قائمة تنتين حادة، مثلث قائم الزاوية، إذا يصنف إلى مثلث قائم الزاوية. إذا بالجزء الثاني اللي هلا أنا كنت عم بشرحه يا مس، إذا كان عندي زاوية مشغولة أول شغلة بتروح تجمع الزاويتين المعلومات، الخطوة الثانية بتطرح 180 من مجموع الزاويتين بيطلع عندك الزاوية الثالثة. هيك طلع معك ثلاث زوايا معلومات، هلا بتقدر تصنفه، بصير تحكي لي هاي حادة هاي قائمة هاي منفرج، وبناء عليه بتصنف هل هو قائم الزوايا أو منفرج الزاوية أو حاد الزوايا. أتحقق من فهمي، السؤال الأول برضه نفس الشيء بيحكي لي أصنف المثلثات حسب قياسات زواياها. طيب حكي لك إن الزاوية 35 هي عبارة عن زاوية حادة، وال 55 زاوية حادة لأنها أصغر من 90 يامس، ضايل عندي الزاوية الثالثة اللي هي أنا بدي أعرف شو هي. أول شغلة يا مس نوجد مجموع الزاويتين المعلومات عندي، شو هم؟ 35 زائد 55، أول شغلة بنجمع الزاويتين المعلومات. 5 زائد 5 هي عبارة عن 10، 1 و 5 6 و 3 9. إذا مجموع الزاويتين الموجودين عندنا 90. هلا ثاني شغلة بدي أطرح المجموع اللي عندي الناتج تبعتي من 180. تيجي بتحكي لي 180 ناقص 90 ويساوي 90 درجة. إذا الزاوية الثالثة رح تكون عندي 90 درجة. زاويتين حادة وزاوية قائمة، شو بسميه؟ مثلث قائم الزاوية، مثلث قائم الزاوية. طيب المثلث الثاني 32 حاد الزاوية و 45 حاد الزاوية، برضه زاوية حادة لأنها أصغر من 90، ضايل أعرف أنا الزاوية الثالثة يا ناس. أول شغلة بدي أوجد مجموع الزاويتين، نكتب هون بدنا مجموع الزاويتين المعلومات عندي. شو هو مجموع الزاويتين؟ تيجي تحكي لي
32 زائد 45. يلا نجمعهم، 5 زائد 2 7، 4 زائد 3 7. إذا مجموع الزاويتين هو عبارة عن 77 درجة. الخطوة الثانية بنيجي بنحكي لل 180 بدنا ناخذ منك 77 درجة. قديش بضل عندك؟ 180 اضرب منهم 77 اللي هي عندك 103 درجات. إذا الزاوية الموجودة عندي هي عبارة عن 103 درجة. طب 103 هي مش 90، أكبر من 90 إذا هي زاوية منفرجة. إذا شو بسميه أنا مثلث منفرج الزاوية؟ لأنه في عنده زاويتين حادة وزاوية واحدة منفرجة. آخر مثلث عندي 55 اللي هي زاوية حادة أصغر من 90، وال 95 اللي هي زاوية منفرجة لأنها أصلاً أكبر من 90. خليني أعرف الزاوية الثالثة قديش رح تطلع معنا. يلا مجموع الزاويتين 55 زائد 95. يلا نيجي نحكي 5 زائد 5 اللي هي عبارة عن 10، 1 و9 10 و5 15. إذا مجموع الزاويتين 150، قديش ناقصني عشان الزاوية الثالثة عشان أوصل لل 180؟ تحكي لي 180 ناقص 150 يعكس يساوي 30 درجة، إذا الزاوية الثالثة 30 درجة. أساسا هلا طلعت عندنا زاوية حادة وزاوية حادة وزاوية منفرجة، شو رح أسمي أنا؟ مثلث منفرج الزاوية. لحد هيك بنخلص حصتنا لليوم يا مس، عرفنا كيف نصنف الزوايا سواء كان عندنا زاوية مجهولة واحنا عرفنا كيف نوجدها، وحكيت لكم تحفظوا لي كثير منيح انه تميز بين مثلث منفرج الزاوية، قائم الزاوية او حاد الزوايا. يعطيكم الف عافية يا خامس.